السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم عقد البيع وعقد النكاح داخل المسجد؟ بعض الناس بيعملوا عقود البيع داخل المسجد، يقول لك من باب ان هو ايه، يعني بركه في المسجد، واخد بال حضرتك. وبعض الناس بيعمل عقد النكاح في المسجد، هل هذا جائز او هذا جائز؟ الحقيقه في الاول بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنقول ان عقد البيع لا يجوز داخل المسجد، لان مكانه المسجد اعظم واجل من ذلك. عقد البيع وعقد الشراء الى غير ذلك من العقود الدنيويه لا تليق بمكانه المسجد. المسجد جعل من اجل العباده، ومن أجل الصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف، ومن أجل أن نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. أما عقد البيع فلا يجوز داخل المسجد، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء داخل المسجد، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. طبعا محال ان النبي عليه السلام يدلنا على ان احنا ندعي على الناس، وذلك يعني دليل على التجديد من اجل ان احنا نبعد نفسنا تماما عن اي تعاملات مادية داخل بيت الله سبحانه وتعالى. اما عقد النكاح فيجوز داخل المسجد، بل يستحب، لان عقد النكاح هو بداية بذرة لأسرة مسلمة هتعبد ربنا سبحانه وتعالى وتنجب ذرية يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والأمم يوم القيامة، وتنجب ذرية يكونون عبادا لله سبحانه وتعالى. فهي بداية لحياة ولطاعة بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالزواج والنكاح عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا يجوز عقد النكاح داخل المسجد، ولا يجوز عقود البيع والشراء داخل المسجد. والله تعالى أعلى وأجل وأعلم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.